بنمسك كل إشي عملناه هون. منديح على المنديل. توكلنا على الله. سمي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله. أبدا. يلا على بركة الله. هسا مندهن وقليه وستويه. بس. ها؟ هلا شوف هلا هي الكمية كبيرة. مشكلة. باخد. شو بعمل؟ بلف كل إشي جوا هذا المنديل. أيوه. هذا صار كبدي سرر. أي شايف؟ كبدي سرر هاي. شايف؟ هذول نخليه للغماس بعدين. خليهم بنغمس عند الفطور خليه. يلا. شو بنعمل؟ نقلبهن. بس. الله عليك. وعلى وين؟ على الفرن. بس. نحط زيت نباتي. تمام. يا عيني. الله عليك. يا عيني. بدنا نخليه شوي يحمى وبننزل عليه التومة. يا عيني. المقلى حامي على الآخر. حامي. والفلفل الأخضر. مبدئيا هاي خلطة حلوة مبدئيا يعني انه يعني هو اسمعي انه قال الشيف الخبير يعني اسمعي ادلى بدلوه يعني هو هيك ادلى بدلوه هسه عرفتي هيك هسه قاعد بدلي بدلوه اوبا مش مشكلة عادي عادي بتيجي ابعثي لها حبة فانيليا شوف يا سمير بنكون هون محضرين كبدة الخروف تمام كبدة الخروف ما بدها شغل كتير اللهم نغسلها بمي باردة وبعد المي باردة مباشر القشرة تبعتها بتطلع يعني ما في داعي أحط ملح ولا أحط خل لا القشرة لازم تنشال الأفضل بس إنه ما بدها يعني بس مجرد حطيتها شوي بمي باردة مباشرة القشرة بتطلع معي بكل سهولة يعني عليك تمام تحمصن هذا زي ما بدي لا هلا يا دوب احنا ما بدنا تاخذ لون كثير شو بنعمل اهم شيء يكون الزيت حامي تاخذ شوي من طعمه الثوم بنزل فيه الله ايوه هذا الحكي اللي ايوه ايوه هذا هو ايوه في الاسود الله الله شويه شطه مجروشه يا عيني الله عليكي رشه ملح ومن بهارات الحبيبة شيف ديما شوية بابريكا كل التحية والتخبير نسلم عليها الآن من نور والله احنا كل عام وانت بخير هلأ ما بدي اياها تاخد كتير على الغاز على طول ببلش انزل كل شيء مقطع عندي البصل الفليفلة الوان دقيقة واحدة على الغاز اوكي شوف منايا فرجينا المنديل انت هايو هاي المنديل وها هو هذا بده هذا لا هنا سأصمت قليلا ها ها شوف يا سمير هلا كثير في ناس بحكيك شو هو المنديل وفي ناس بيكون عندهم بس ما بيعرفوا شو يعملوا فيه انا عندي الحل انا بدي اورجيهم شو بده يعملوا فيه هاي تفضل شوف المنديل هيو بيكون بهالشكل في بيكون خفيف بس انا لا اخذته شوي مع الشحمه تبعت البطن اوكي جماعه الدايت لا يزعلوا علينا عيد الاضحى ما جماعه الدايت غمضوا خرب الدايت يوم انسي الموضوع وتوكلوا على الله اسمعي اليوم فري بس اليوم فري بعدين بنرجع بنرجع على اللبنه ايوه شوف يا سمير احنا هون بيكون محاطين بصينيه فرن بنمسك كل إشي عملناه هون منديح على المنديل توكلنا على الله سمي بالله بسم الله الرحمن الرحيم على بركه الله ابدا يلا على بركه الله هسه مندهن وقليه وستويه بس ها هلا شوف هلا هي الكميه كبيره مشكلة باخذ شو بعمل بلف كل إشي جوا هذا المنديل ايوه هذا صار كبدي سرر اي شايف كبدي سرر هاي شايف هذول نخليه للغماس بعدين خليهم بنغمس عند الفطور خليه تمام يلا شو بنعمل نقلبهن بس الله عليك وعلى وين؟ على الفرن بس درجة حرارة بليز واللي بالفرن جاهز هاتي هاتي يا تفضلي غدير اللي اسمعي يا شيف هاي غدير أم نايف حلو أم نايف ترى لا بقلك أم نايف قديش بقعد بالفرن وشو درجة الحرارة؟ درجة الحرارة 220 من 20 ل 25 دقيقة بيكون جاهز يا عيني بدك أساعدك فيه؟ لا أكيد يا عمي الشفات إلهم على طلعوا لي هون تعال جاي 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 يا سلام جاي جاي يا غدير يا سلام استنى يا عيني يا عيني يلا شو وقعت شو وقعت يا ابو عون الله 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 عدهني برافو 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 يا عيني شوف ايوه احنا مجهزين خبز طابون للتغميس لانه الدهن للي اليوم هيك اليوم ابو عون شو لك واعد لك واعد وبتقدر كمان بتجيب خبز سمون مع جبنه سائله بتحط جبنه سائله واعمل سندويشات وافطر كبده خروف بالمنديل كيلو كبده
فلفل ألوان أخضر وأحمر وأصفر، وفلفل حار، وبصلتين مقطعات، 4 ملاعق زيت نباتي. نحتاج لعشر حبات ثوم، ملعقة صغيرة من الكمون، البابريكا، الفلفل الأسود، الشطة المجروشة والملح.